ايوه دكتور مصطفى محمود، حلقة جديدة عن قصة حياة معماري. تمام ان شاء الله، على ميعاد ان شاء الله. سلام عليكم. House is a machine we live in. البيت هو الآلة اللي بنعيش فيها. ده اللي قاله تشارلز إدوارد، لقب لي كوربوزيه، لقب أخده من جده. لي كوربوزيه اتولد في سويسرا عام 1887، ساب المدرسة في سن 13، بعد كده التحق بمدرسة الفنون ودخل مجال الديكور. بعد كده بدأ يطور من نفسه عن طريق القراية والرسم وسكتشات المباني. ده اللي خلاه يدخل مجال العمارة ويبقى عنده عدة أساسيات في مجال العمارة، منها إنه يبقى عنده في المبنى بتاعه روف جاردنز وفري فاساد و أوبن فلور بلانز و ريبون ويندوز. وكان بيستخدم مبانيه، معظم مبانيه كان بيستخدم الخرسانة، فكانت معظم مبانيه خلصانة بعمود خرسانة. وبدأ حياته بفيلا فاليت اللي بناها سنة 1905، ومن أشهر مبانيه فيلا سافوي اللي ظهرت فيه كل الخصائص المعمارية بتاعته، ومن المباني اللي ظهر فيها الخصائص بتاعته يوني دي هابيتاسيون، بيت الطلبة في فرنسا اللي ظهرت فيه كل الخصائص بتاعته، ظاهر معانا في السكشن هنا كمان، ان كان عامل كل دور وكل شقة دوبليكس. وعلى الرغم من كل المباني اللي ظهرت فيها الخصائص بتاعته، إلا إن كنيسة نوتردام في فرنسا كانت من المباني للكوربوزيه ما ظهرش فيها الخصائص بتاعته خالص، والشكل بتاعها ما كانش يوحي بأنها كنيسة تماما، وما كانتش حاجة حلوة. ومن مشواره في التخطيط كان عايز يخطط مدينة باريس بالشكل ده، ويقسم المباني السكنية عن المصانع ومباني العمال. كان عايز يعمل خصوصية بس قلبت معاه بطبقية، وطبعا المخطط ده اترفض، وبالفعل اتعمل مدينة على نفس السيستم ده واتهدمت كلها بسبب انتشار الجريمة فيها. وربنا يزيدكم من العلم والعمارة، ونراكم في حلقة قادمة ان شاء الله برنامج العلم والإيمان.